الجمعية ديالنا أننا نحاول نقض الطفل شهيد الوطن شهيد الإنسانية، راه الصوت ديالو مازال لحد الآن هنايا ما سمعت. صعب التعليق في اللحظة هذه بعد عماد فهمي، حسابات تنتحل اسمي للاسترزاق بقضيته الطفل ريان. حذر الشاب عماد فهمي الذي تطوع لإنقاذ الطفل ريان الذي علق في بئر عميقة لأزيد من 5 أيام وأعلنت وفاته يوم السبت الماضي من حسابات وهمية تنتحل اسمه وشخصيته للاسترزاق بعاطفة الناس في قضية ريان، مؤكدا أنه ليست له سوى صفحة واحدة، مشيرا إلى أنه ليس مسؤولا عن أي تصرفات تصدر عن هذه الصفحات المجهولة. ونشر الشاب عماد تدوينة توضيحية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جاء فيها العشرات من الحسابات الوهمية على تطبيق انستغرام تدعي شخصي وتستخدم صوري وتسترزق بعاطفة الناس، لا أعرف ما بداخل هذه القلوب، أكرر أن لدي حساب واحد وكل شيء صادر عن أي حساب أنا بريء منه. وأضاف لقد أثرت على نفسي خدمة الإنسانية وفعل الخير منذ سنين ونحن نعمل في الخفاء وتربيت على القناعة وحب الناس، لذلك أجدد أنه لا علاقة لي بكل تلك الحسابات الوهمية، تحياتي لكم. والشاب عماد فهمي عضو جمعية للصغار بمدينة شفشاون كان ضمن الشباب الذين حاولوا إنقاذ الطفل ريان، غير أنه لم يتمكن في مناسبتين من الوصول إلى الطفل لأن الحفرة تضيق كلما اقتربت إليه، إذ لا تتجاوز فتحة البئر 20 سنتيما عند بلوغه 28 مترا. وقال عماد في تصريح سابق لجريدة أشواق تيفي: يشهد الله أنني حاولت بكل ما أوتيت من قوة أن أنقذ الطفل ريان، غير أن الظروف كانت أقوى مني، هو الآن بين يدي الرحمن في مكان أفضل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. مضيفا: لم أتجاوز بعد صدمة وفاة الطفل ريان لكوني كنت آخر من سمع صوته. وجرى ظهر الاثنين إقامة صلاة الجنازة على الطفل الراحل ريان أورام بقرية إغران نواحي مدينة شفشاون وسط تعزيزات أمنية مكثفة وحضور حشود من الناس قبل دفنه بمقبرة الزاوية. وتوفي الطفل ريان الذي هزت قضيته الرأي العام المغربي والعربي يوم السبت الماضي، ونقل جثمانه عبر مروحية مباشرة بعد إخراجه من البئر العميقة إلى المستشفى العسكري بالرباط ليخضع للتشريح الطبي في انتظار الإعلان عن أسباب الوفاة من قبل السلطات المعنية. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.